طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه قبل بس ما اروح واتكلم مع حضراتكم عن المباراه بكره، خلينا نعرف راي احد النجوم الكبار وواحد من كباتن النادي الاهلي وواحد من اصحاب الرؤى المختلفه دايما الحقيقه، كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي السابق وكابتن النادي الاهلي. يا كابتن مصر حبيبي يا كابتن اسلام، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن. ومصر كلها بخير، وكل سنه وانت طيب واسرتك بخير يا رب. ربنا يخليك يا كابتن مصر، ويعني سعداء جدا بوجودك معانا، ده اولا. ثانيا، امبارح مباراه الاهلي وفيوتشر، كيف رايت هذه المباراه؟ مباراه كان النادي الاهلي من خلال الارقام يعني شبه متسيده، الارقام كلها في صالح النادي الاهلي، من اول الاستحواذ لصناعه الفرص للضربات الركنيه للتسديدات، ارقام كبيره قوي قوي. لو انت عندك الاحصائيات كمان هتلاقيها احطها لنا يا شباب. كبيره بشكل مرعب يعني. لكن في الاخر النادي الاهلي متعود كل المباريات اللي فاتت انه بيسجل بدري. التسجيل بدري بيريح جدا جدا تيم النادي الاهلي، وبيعرف يدور الكوره، وبيعرف مستر كولر كمان بيغير تغييرات لدفع دماء جديده. وطول ما وانت طبعا لعيب كبير وعارف يا اسلام، طول ما الهدف الاول بيتاخر اللعيبه بتتشد في الملعب، وبيبقى الفريق الاخر طبعا فيوتشر فريق كبير ومعاه مدير فني قدير الكابتن علي ماهر مع كل الجهاز، وعملوا مباراه كويسه كانت دفاعيه في المقام الاول. لكن في الاخر ده وارد في الكوره، ان انت تتعادل شيء طبيعي جدا. ودايما جماهير النادي الاهلي ذكيه، بتبص على الاداء الاول وبتقيم من الاداء. اي فرصه سهله ضيعها النادي الاهلي ممكن تيجي، فبالتالي لا مفيش مشكله. وده وارد في الكوره، انت ماشي بشكل كويس جدا في كل البطولات، وخصوصا في الدوري. الدوري ما شاء الله، الله اكبر، يعني بنسبه تتعدى 90% الدوري في الجزيره. فمباراه وارد جدا فيها التعادل. اللي جاي دايما يا كابتن، او يعني الناس لما بتيجي او جمهور الاهلي لما بيجي ينظر للي جاي يقول لك يعني انا بكسب، زي ما حضرتك قلت كده، خلال اخر 20 او 15 20 مباراه انا بكسب على طول، فتعادل زي ده هل من الممكن ان يؤثر سلبا على النادي الاهلي؟ لا ابدا، مستحيل. يعني اذا اثر هياثر ايجابي. يعني هتلاقي اللعيبه نازله المباراه الجايه، وطبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير وفريق كبير طبعا. وبيمر بظروف صعبه جدا. لكن بالعكس، احنا متعودين من لعيبه النادي الاهلي ان لما يبقى فيه لا قدر الله هزيمه او تعادل، هتبص تلاقيهم في الملعب زي النار وعايزين يعوضوا المباراه اللي فاتت، فشيء طبيعي جدا. بالعكس، انا شايف ان الجيل ده كمان، ومع مستر كولر تحديدا، مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن سامي قمصان وكل الجهاز، تحس ان هم عايزين يحققوا ارقام قياسيه. انت عاجبك يعني مستر كولر يا كابتن وليد؟ يعني انا بشوفك في اون دايما بتتكلم عنه بشكل جيد. هو الراجل هايل، الراجل هايل يا اسلام، هايل هايل. يعني ماشي، انا عجبني جدا كمان الفتره اللي فاتت لما قعد مع اللعيبه وحس كده ان التمرين مش احسن حاجه بعد بطوله افريقيا، فشادد الناس كلها. وعجبني جدا في المؤتمر المباراه اللي فاتت، عجبني جدا في المباراه اللي احنا كسبناها 3 بتاعت البنك الاهلي. عجبني جدا ان هو قال ان لا، الاداء ما كانش احسن حاجه، ولكن احنا ترجمنا الفرص لاهداف، واللعيبه يعني بلغه الكوره كده عايزه يعني تسد شويه وعايزه تزود تركيزها. انا بيعجبني، وانت عارف ان دي احدى صفات مستر مانويل جوزيه لو تفتكر، لما كان ممكن يبقى كسبان 3 و4 و6، يعني مباراه الزمالك كسبانينها 6 وهو كان زعلان. طلع زعق بعد الماتش معاكم اللي انا فاكره يعني. الفكره انه المدير الفني دايما ياخد على الاداء، ودايما ياخد على ادائك انت كمان الفردي. انا عارف مروان مثلا عطيه اداؤه عامل ازاي، لازم يبقى في نفس المستوى على طول، ما يقلش، وهكذا. فبالعكس، انا مستر كولر ماشي بشكل كويس قوي، وارقام قياسيه بتتضرب،
وماشي على تراك كويس قوي، واللعيبه ما شاء الله ما بقاش في حاجه اسمها اساسي واحتياطي. تحس ان الاهلي بيلعب باي سكواد باي تشكيله بيأدي، وبيأدي بشكل كويس وبيكسب. يعني ما شاء الله السنه دي الدنيا ماشيه زي الفل. كابتن وليد معلش في سياق كلامك وانت بتتكلم، صح احنا كسبنا في مباراه البنك الاهلي 3-0، ولكن هو راجل قال بعد المباراه ان هو لم يكن راضي عن الاداء. انا وجهه نظري ما اعرفش برضه هل حضرتك تتفق معايا ولا لا، ان فيوتشر احنا كنا افضل بكتير من البنك الاهلي فنيا يعني جوه الملعب. بص هو في الاخر خلينا نتفق على ان الكوره في العالم كله، في العالم كله لا بعيدا عن النتيجه طبعا اوكي اوكي، والجمهور في الاخر مهما انت قدمت يعني احسن اداء وخسرت او تعادلت فالجمهور ما بيبقاش راضي. لكن احنا هنا دورنا ان انت برضو الجماهير بتطمن لما اداء فرقتها بيكون كويس. صحيح. التوفيق وعدم التوفيق انت يستحيل، دي حاجه بتاعت ربنا. كره تخبط في العارضه وتخبط في القائم وتخبط في حارس المرمى ومش عايزه تدخل، خلاص خلاص. وجنش كان احد نجوم، عمل مباراه رائعه، لم يكن النجم الاول. هو خد افضل وافضل لاعب بعد المباراه. فبالتالي يعني انت عملت كل حاجه، وصلت بكل الطرق. بعدين الاهلي دلوقتي بقى عنده حاجه اسمها تعدد محاور الهجوم، بيوصل من العرضيات محمد هاني وعلي معلول بشكل رائع، بيسدد كتير، بيوصل باختراق فردي، بيوصل بكرات بينيه زي اللي اتلعبت في كهربا وهارد لك يعني، وحتى الاثنين اللي في البنك بتاع بيرسي تاو كمان. في الاخراني انا بتكلم فيوتشر يعني. لا فرص كتير قوي. الطبقه هي دي المشكله الحقيقيه، سواء في تيم النادي الاهلي او في الكره المصريه عموما. ايوه، فكره ضياع الفرص السهله. انا ليه قيمه الفرصه صح زي بره 7-8 لو انا يعني في بره يا اسلام، انت عارف البايرن مثلا وريال مدريد وبرشلونه لو لقوا فرقه يقدروا يدوها دوس 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 يعني، ما هي الفكره. لكن انا بحس ان احنا عندنا حته ضياع الفرص السهله. يعني المهاجم يروح باربع فرص سهله يجيب واحده. وبرده للامانه يعني علشان برده الواحد يبقى امين، انا قلت كذا مره النادي الاهلي يحتاج لمهاجم سوبر دولي عالمي، يعني يبقى برقم كبير جدا، يجيب اهداف من انصاف الفرص. حاجه كده يعني زي بغداد بنجاح في عزه، زي جوميز بتاع الهلال، حاجه يعني تكون يعني تكون على قدر وقيمه اسم النادي الاهلي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الميركاتو اللي جاي. اكيد انت عارف او تعلم امور بتحدث خلال هذه الفتره، لكن خليني الاول او اخيرا يا كابتن وليد ابارك لك. طبعا كابتن وليد مدير الكره في نادي زد، ابارك لك على صعود نادي زد من الدرجه الثانيه للدرجه الممتاز. السؤال المعتاد لما تيجي تلعب النادي الاهلي هتعمل ايه؟ لا احنا لسه في توأمة بين النادي الاهلي ونادي زد يعني. طبعا. ان شاء الله في حاجات بتخلص كده و بتهرب يعني، لعيبه برضه بتهرب يعني. ويبقى في تعاون. طبعا النادي الاهلي نفسه. هو اللي علمنا. ايوه، ولاد النادي الاهلي ان انت تشتغل بامانه وبشرف. خلي بالك يا كابتن وليد، انا كنت عايز الرد ده منك تحديدا. ليه؟ لانه الاجيال الصغيره اللي طالعه لازم تبقى عارفه هذا الكلام من نجوم النادي الاهلي ومن الاجيال السابقه الحقيقه، لانه حضرتك واللي قبلك واللي قبلك، احنا دايما ده الرد الطبيعي اللي بيقوله كل اهلاوي ماسك في مكان، ان انا عايز اكسب النادي الاهلي. ولكن ده اتعلمته جوه النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي اللي علمنا كده يعني. انا دخلت النادي الاهلي عندي 10 سنين. طلعت عندي حوالي 33 سنه مثلا. انا قعدت اكتر من ربع قرن انا بتعلم الكلام ده جوه النادي الاهلي. ان لازم يبقى فيه شرف، ولازم يبقى فيه نزاهه، ولازم تأدي شغلك باقصى جهد. فيعني ده اللي الواحد بيحاول يعمله في اي حته، والكلام ده كان موجود حتى يعني كان لينا مباريات. انا لما كنت ماسك مدير كره في نادي الاتحاد مع العظيم كابتن مختار طبعا. ومع الكابتن العظيم الكابتن حلمي طولان كمان طبعا. لا يعني لعبنا مع النادي الاهلي كتير وكسبنا، والنادي الاهلي كسب، فرق طبيعي.
طبعا ده شيء طبيعي جدا. يعني سعداء جدا بوجودك معانا يا كابتن وليد، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، كل سنه وحضرتك طيب دائما، وان شاء الله دايما تكون من نجاح لنجاح.